تعال بقى، بما احنا بنتكلم برضو على الانشطه الجامعيه، جامعه المنصوره نظمت منتدى جامعه الطفل 2022. ده كان النهاردة في قاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، وده في إطار احتفالها باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. منتدى جامعة الطفل بيتم تنظيمه في إطار إيه بقى؟ دي حاجة مهمة. في إطار بروتوكول تعاون ما بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من جهة وجامعة المنصورة في الطرف الآخر أو في الجهة الأخرى. طيب عايزين نعمل ايه من ورا هذا المنتدى؟ احنا عاوزين نؤجج روح او بث لروح البحث العلمي، ده واحد. تنمية القدرات الابداعية والابتكارية عند الاطفال. انت عاوز ابنك الصغير، بنتك الصغيرة يبقوا واعيين بمسألة البحث العلمي، مبهورين بمسألة البحث والابتكار والاختراع. عاوز الولاد دول يطلعوا كده يبقى مثلهم الأعلى علماء كبار، مبتكرين كبار، مخترعين عظام. شوف التقرير هتفهم أنا قصدي إيه. دي فاعلية من ضمن فاعليات احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي 50 سنة في تقدم وعراقة لجامعة المنصورة. منتدى جامعة الطفل، احنا حضراتكم مشتركين في جامعة الطفل اللي اطلقتها أكاديمية البحوث، أكاديمية البحث العلمي من 2015، واحنا عضو فيها، وعندنا الشباب من الأطفال من سن 9 سنوات بيجوا يقضوا 3 سنوات داخل الجامعة مع الأساتذة وأعضاء التدريس، بيتعلموا مبادئ العلم والثقافة، بيحتكوا بأعضاء التدريس، بيدخلوا المعامل. ده بيأثر كتير جدا على شخصياتهم وعلى اختياراتهم بعد كده. حاجة تدعو للفخر لما الواحد بيشوف ولاد في السن ده بيقدروا، يعني احنا ساهمنا بجزء ولو بسيط في بناء شخصيتهم، بقوا قادرين ان هم يعبروا عن نفسهم بشكل جيد، بينقلوا خبراتهم من اللي هم حسوه وتعلموه في الفترة اللي موجودة دي. ده شيء كويس جدا، قصة التعلم أكثر منها من التعليم والتلقين. وزي ما أنا قلت لأولاد أمور، يعني إذا كان هناك فرصة دلوقتي لتطوير التعليم، الدولة متبنية واعتمد على التعلم أكثر من التعليم والتلقين، فدي فرصة أن هم يغرزوا في أولادهم هذا، ويعني يتخلصوا من التابوهات بتاعه النص درجه والدرجه. مشروع جامعه الطفل بيعتمد على نظام التدريب اللي هو تفاعلي، ما بيعتمدش على تلقين المعلومه، بيقوم بتدريب مجموعه من اساتذه اعضاء هيئه التدريس في الجامعه، بيقعدوا مع بعض في مجموعات، بيبداوا ان هم يبحثوا المشكله، يجدوا لها حلول، يشوفوا ايه بدائل الحلول، يقيموا الافكار اللي هم طرحوها بحيث ان هم يوصلوا لانسب حل. كل يوم تدريبي داخل الجامعه بيتم فيه تناول احد الموضوعات المختلفه. مشروع جامعه الطفل بتناول الطاقه، المياه، التكنولوجيا الحيويه، التنوع الحيوي، وموضوعات في العلوم الانسانيه والفنون، بالاضافه لبعض الموضوعات الثانيه في الهندسه والصحه ومجموعة كبيرة كده من العلوم الأساسية. من أول يوم دخلت فيه هنا الكلية ودخلت كلية طب بشري، كانت ده يعتبر الشغفي راح ناحية الكلية دي، وبدأت من هنا إن أنا يعني أحب الجامعة وأحب الكلية بالذات. ولو هتكلم على جامعة الطفل فأنا بصراحة خدت فيها خبرات كبيرة جدا جدا، وزرت كليات كتيرة وكلها كانت مهمة وكلها كانت مفيدة، و حابة أشكرهم جدا جدا على التجربة دي. تجربة فعلا أثرت فيا وفي السكيلز بتاعتي لغاية النهاردة حتى وأنا في الكلية. من أول يوم جيت فيه هنا الجامعة، جامعة الطفل، وبجد كانت تجربة مختلفة جدا. ولما رحنا نزور زيارات في الكليات وكده كان إحساس مختلف جدا، لأن أنا زرت كلية فنون جميلة من قبل ما أدخلها، من قبل ما كانت تيجي في بالي، ما كنتش أعرف أي حاجة عنها خالص، ولما رحت عرفت حاجات كتير قوي عن كل الكليات، وخاصة فنون جميلة لمست فيها كده حاجة اللي هو حسيت إن هي بس هي دي الكلية اللي أنا عايزاها. فسبحان الله لما فعلا جه الوقت إن أنا أخش الكليات وكده، دي كلية فعلا اللي أنا حبيت إن أنا أكمل فيها حياتي وكل حاجة.